موسيقى حلوة صراحة. طبعا النهاردة هنلعب لعبة مودرن وورشيب، لعبة حرب. شفت كذا حد منزلها، ف يعني عاقبة الناس اللي كده يعني، فقلت انزلها. هي عندي بقى لها كتير وبلعبها، فقلت انزلها. سامع؟ عندي غواصات، حاملات طائرات، عندي 3 حاملات طائرات ولكن ما تعدش بقى. ده في دي وفي دي، انا بتحرك بطيء بس شوية، وفي دي ما دي السخوية 34 تقريبا عليها. في عندي الميج 29K، كنا شفناه في لعبة الطيارات لو فاكرينها سكاي كومباكت. دي اف 15 ان ايجن، ميج 29 برضو. فبص هنجرب جيم حاملات طائرات وجيم غواصات وجيم مراكب عادي. تمام، ف دي سرعتها 10 تروح 9، انا هاخد دي. دي فيها درون. يلا هنجرب هنجرب اتنين، احلى اتنين عندي. يلا ابدأ المباراة. اتمنى لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير. تمام، شوف بقى ابدأ. المدينة الضائعة سبعة تمانية. طب حد يعني حد يخش وخلاص. ربنا يا رب. خش تاني الناس عمال تخش تاني تخش تاني. طب اعمل ايه؟ طيب طب بص، هو عقبال ما نخش يعني هوقف ونخش كده. استنى يا بلاش، اهو خلاص دخلنا دخلنا. تن 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 ترن تن ترن. ابدأ طبعا. اللعبة دي والله صوتها احلى لعبة حرب حرب سفن جربتها في حياتي. تمام، انا هسوق الطيارات دي. اطلع فوق اطلع فوق. دي درون صحيح برضو، بس نضرب بالطيارات العادية. خليها بالدرون عشان الدرون دي هي واحدة بس في الطيارة. بس الطيارات التانية موجودة كتير. اطلع 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 اطلع. ايه ده؟ السفينة بتتدمر، السفينة بتتدمر. هو ليه ليه؟ الصفات دمرت من اولها كده. الحقوني الحقوني اغيثونا. اضربي اضربي. احموا الطيارات طيارات احميني. الهليكوبتر دي بتعمل ايه فوقيا يعني؟ اضرب اضرب اعمل اي حاجة. السفينة بتتدمر. هات الدرون هدمرها. دمرت خلاص، انا في امان. هاي تمام. اطلع اطلع اطلع. اللف ده كله اطلع فوق. انا هنزل فوق بسقوط يعني. الطيارة دي اساسا ضعيفة جدا، فدي عملية انتحارية بالذات يعني. بص اطلع اطلع. 3000 متر. وانا مروحة بتوقف مروحة عطلت. 4000 مروحة عطلت. التيارات اتدمرت. التانية بقى خلاص. انزل انزل. بص يا جماعة يعني انت تقدر تطلع لارتفاع الطيارة تجيبه بقى. هو فين السفن؟ ايوه اهي. جهز المدافع، جهز الصواريخ قصدي.
اضرب اضرب. حاضر اضرب. هفجر افيق وربنا. هي عمليات حالية بقى وتتفجر. يا رب غرق في البحر. طلع طيار بسرعة. اضرب. انا هدمرها بقى. فوق 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 بسرعة بسرعة. مفيش غير انا وحد تاني. السفينة اتدمرت، السفينة اتدمرت. اتدمرت. اتدمرت في الاخر يعني بعد كده. هجيب حملات الطيارات التانية بقى. السفن فين فين؟ ايوه دي. بقى صغير خالص دي بتاعت هليكوبترات. غير بغير شهر صريح. انا معايا 4,500,000. 4,200,000 اقدر اشتريها بس. لا تمام. ده ادي الاحلى صحيح صح. دي الاحلى. دي اخر واحدة اشتريتها تقريبا. دي الاف 15. دي انا مطورها في كل حاجة. يلا الجيم خد 7 دقايق من الفيديو. لو ممكن ده سنة 5 دقايق في دقيقتين قعدنا نضيعهم في الجيم اساسا. خيام حس ساعتين برضه. خلاص دخلنا. عايز اودي السفينة في حتة امان واضرب الطيارات. هنعمل هنعمل تنتن. العب. في حملات طيارات تانية. يا مكان حلو. خليها اضرب اضرب بس كده. كل حاجة في عندي دي الميج 29. دي الاف 15. يلا هي الاف 15. حلو. اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق. السرعة 600. شفت انت على الارتفاع كام؟ انا مش شايف اي حاجة من السحاب ده. 4000. بس حلو. 4,500. انزل سفينتي اهي. يبقى دي اللي عايز تاخد سفينتي. هنضرب دي. ده توربيد. بسرعة بسرعة بسرعة. امشي امشي. هنقبض في الجبل هنقبض في الجبل. فين السفينة اللي كنت بضرب عليها دلوقتي؟ ايوه اهي بتتدمر اساسا. دمرت ان شاء الله. هتتني عبال ايه؟ بديت حمل. راح هدمر السفينة دي.
مش عايز سكوب، مش عايز. ارجعوا قاعد، انا اتحكم في السفينة. مرتبة خطر، حرق. في واحد قدامي. انت هليكوبتر اي انت طير طير دول. ترجع السفينة. تصلح انت تاخد بقى الطيران احسن من تتدمر. واستنى بقى الوقت بس كده. تمام يا زي. لا تتدمرت من اولها كده. ايوه هي دي الطيارة السفينة. هتدمر طيارة، هتدمرنا. خفض السرعة. دمار بسرعة بسرعة. هو هي لما السفينة بتتضرب الطيار بتيجي تدافع عنها بس كده. تضربني دمروها. تمام في سفينة هناك اهي. لا ارجع ورا، ارجع ورا كده كده يبقى خطر قوي. ايوه دمروها بقى. دي حملات التلاتة الموجودة تقريبا الوحيدة، الباقي عادية. يبقى انا هدمرها. انزل انزل. لا مفيش تاني من الطيارة دي ولا ايه؟ الطيارة دي السفينة دي قصدي. حملات طيارات برضو. القطب الشمالي. طب نلعب بالغواصة بقى بعد كده. ايه خلاص مفيش لعب. جربت كذا كذا لعبة حرب سفن. مفيش كتير يعني. لا فيها سفن وحملات طيران بس مفيش معاها غواصات. انا عارف الغواصات. ايوه دي اخر واحدة مشتريها وهي احدث واحدة. الباقي في ليفل 15 بقى. خش اسمه ايه ده؟ قلت لكم ايه؟ استنوا. كلها ما فيهاش يعني ما فيهاش غواصات. فيها غواصات بس بتبقى رخمه. اللعب اساسا لا فيها جرافيك ولا فيها اي حاجه، بتبقى ملهاش لازمه نلعب. لكن دي الجرافيك بتاعها حلو، فيها كل حاجه واقدر اتحكم في الطيارات. بل لعب كنت يعني انا ادوس انطلاق الطيارات بقى وهي مع نفسها. دي حلو. يلا غوص غوص بسرعة. غوص غوص. انا هدمرهم من تحت. مش لازم يكشفوا مكاني عشان هظهر على الرادار. نجت ليه؟ خلاص عدل والنبي عدل عدل. بس مروح باينة ازاي؟ تمام. صوت الرادار ايه؟ حلو قوي. كين كين. الاكسجين بيقل. شايفين اللي هو جنب هو الزر ده.
محدش شايف لحد دلوقتي، لكن لو تظهرت لو طلعت فوق هيكشفون. اضرب. عايز اعرف في غواصات. واحد اسمه جوفا ده فين؟ ايوه هو ده، ده غواصة لازم اخلص منه الاول عشان ما اتدمرش. في جبل قدام. ايوه خلاص عديته. في الجوفا ده احنا اتدمرنا. اطلع، الاكسجين قليل قوي. زحزح التاج كده خلاص. شافوني. معرفش بناخد الغواصة ما تبقاش غير ليه. اضربه بسرعة، اضربه. غوص تاني، غوص. كده هتضمر. ده لازم اخلص منه. يا عم انزلي وخلاص بقى، يلا عشان نخلص منه. اضرب رب، اخلص منه بقى. يا لهوي باقي سفينة واحدة من هنا. ضرب تربيدات عليا، اخلص منه بسرعة. هلس هو ما بيدمش ليه؟ بيرجع يعمل تصليحات تاني. هتضمر. شوفها بتضرب عليا غير الغواصة. الأكسجين قليل. اتدمرت. والنعمة اتدمرت. بس مفيش غير الواد ده. الواد ده وسط كل حاجة يا عيني بقى. أو الضمر. بيواجه 4 سفن، منهم غواصة وحاملة طائرات و2 سفن عادية. بس خلاص باي. متنا بالسلامة. تمام، أتمنى لو الفيديو عجبكم متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. موت ده، أنا موت أكتر ما كسبت. هو جيب واحد كسبته وانا خسرت، ولا خسرت في كله؟ لا جيب واحد كسبته. فسلام. المشكلة في اللعبة دي التقدم بتاعها بطيء جدا. معايا 4,600,000. حلو. بس مش هنجيب. ايوه سلام.